صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل. عندنا النهارده ان شاء الله عندنا جمبري كريسبي، ودي من الوصفات المحببه جدا جدا لينا، ودايما بنقول ان هي مش بتنجح قوي في البيت وبنحب ناكلها بره. النهارده هنعملها بطريقه حلوه فلافي كده من بره ومن جوه كمان، ولذيذه قوي. خلاص عندنا كمان اقراص البطاطس بالجبنه، وعندنا تيرماسو الفرنش توست برضو عاملينه بطريقه سهله وبسيطه. نشوف الجمبري مكوناته ايه. جمبري يعني يفضل يا وسط يا كبير، مش هينفع البيبي ده او الصغير عشان مش هيدينا نفس الطعم الحلو بتاع الوسط او الكبير. فعندنا جمبري كبير هنغلفه بقى بايه؟ عندنا نشا، دقيق، بيكنج باودر، دي حاجات كلها سهله وبسيطه وموجوده عندنا في المطبخ. عندنا كمان محتاجين ميه، محتاجين بياض بيض، محتاجين كوبايه زيت، او يعني المقادير عندكم نص كوبايه زيت، ملح، فلفل ابيض، ثوم بودره، وممكن نحط كركم مثلا لو انتم حابين، وهنقدم معاه فرايز وكمان عيش شام. هجيب بوله كده الاول، هجيب بولتين، بوله هتبقى احط فيها التتبيله، وبوله ايه هظبط فيها الجمبري. الجمبري طبعا نشيل الديل بتاعه، دي حاجة مهمة جدا. هنا في ملح، هنا في حبة خل، ليمون، مية باردة، واحط الجمبري. خلاص شطف كده شطفتين مع الخل والليمون والملح. خلاص بصوا طلع الميه عامله ازاي. انا حاطه الزيت على النار عشان يبقى دافي. هبتدي بقى اعمل الخليط دلوقتي. هحط الاول المواد الجافه كلها مع بعض، بعدين ايه الميه. بياض البيض بقى هو اللي بيعمل لي التغليفه دي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. طيب هحط بياض البيض الاول عشان يتبل مع الزيت مع التوابل اللي هي ايه، بودره الثوم، فلفل الابيض، وزي ما قلت ممكن نحط كاري، كركم، بابريكا، حبة فلفل اسود، حبة ملح. خلاص ده بقى النشا والبيكنج باودر ودي، بس مش هنحطهم دلوقتي. الخليط الاول اللي هو بياض البيض مع الزيت مع الايه الملح والفلفل الاسود والفلفل الابيض. هحط بقى النشا، ده الدقيق، النشا اهو. خلاص النشا بيبقى ناعم قوي كده. بيكنج باودر اللي بتنفش لي بتاع الميه. نخلط واشوف محتاجه ميه تانية ولا لا. لا محتاجه، بس ايه يعني معلقه كمان. بس كده شوف الزيت كده اخباره ايه. تمام احط واحده واشوف اخبارها ايه في الزيت.
ماشي. احط بقى الجمبري كده زي ما انتوا شايفين واصفيه كويس قوي من الميه وانا بحطه عشان ما يبقاش فيه زفاره. ولما نحط جمبري ما نحطش كتير عشان ما نبردش الزيت. واشيل بقى الحاجات دي بالايه بالسبايدر اللي هي ايه الزيادات دي. بس نطلع فاصل بقى، نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى تعالوا اوريكم الجمبري وجماله، شايفين الكفر الكريسبي ده؟ بصوا عامل ازاي، حلوه حلاوه. اهم حاجه لما نيجي نحطها نسيبها شويه دقيقتين ثلاثه عشان بس تمسك نفسها ونقدر نقلبها الناحيه الثانيه. بصوا بيطلع عامل ازاي. انا بس قلت اسيب واحده تبرد عشان اوريها لكم. بصوا بصوا من جوه طري وجميل قوي، ملح مظبوط، كل حاجه فيه حلوه. هعمل دلوقتي كمان النهارده الحلقه صراحه كلها كده متدلعه، هعمل دلوقتي راس بطاطس بالجبنه والتركي برده معموله بطريقه سهله وبسيطه قوي. ممكن نحط ده هنا كده عشان واحنا ايه بنشيله. شايفين دي؟ بصوا اهو يمكن اول اتنين تلاتة، عشان كده قلت نحط اول اتنين تلاتة كده، بعدين ايه اول اتنين تلاتة ممكن ما تبقاش مظبوطة قوي وبعد كده هتظبط معانا. طيب تعالوا بقى ايه نشوف البطاطس هنعملها ازاي. هلبس جلافز عشان هنعجن شويه. هنبقى محتاجين ايه، بطاطس مسلوقه، نص كيلو بطاطس مسلوقه، وجبنه بارميزان او جبنه رومي مبشوره، زيت زيتون، كمان تركي مدخن متقطع صغير، عندنا ملح وبقدونس مفروم، وهنحشيها بالموتزاريلا وهنقفلها كده بالبقسماط. خلاص طيب محتاجين زيت طبعا، وطاسه اللي طاسات الكريب دي اللي هي ايه طبعا ما بتلزقش فيها الحاجه كده. افتح الطاسه كويس، كده ،
بصوا اي حاجه تبقى زيادات بنشيلها كده على طول. عايزه اقول لكم دول اصلا بيبقى طعمهم حلو قوي لو سيبناهم يتحمروا، لانه بيبقوا واخدين طعم الجمبري. خلاص هو لازم متابعه كده طول الوقت. طيب هسيبه ثواني عقبال ما ايه ما اجيب البطاطس اللي هعجنها. هجيب البطاطس كده احط عليها جبنه البارميزان وفلفل اسود، مفيش ملح بقى عشان ايه بقدونس، التركي، نعجن كويس قوي. حبة بقسماط كده، خلاص اهو بس. هحط هنا حبة زيت، حبة زيت كده هنا نقطة كده، بقسماط، بطاطس، شايفين؟ هحشيها بقى شريحة من الجبنة الموتزاريلا. نشيل بس الايه الجمبري ده. والله ده بقى لونه احلى من ده، نحط دول شوية يلونه تاني. هجيب بقى جبنه الكور، الجبنه الموتزاريلا، واقطعها شرايح. طبعا ممكن نحط جبنه تشادر، ممكن نحط اي نوع جبنه، بس دي بقى بتخلي ليها طعم كده مختلف اهي. ماشي، واقوم مغطياها كده. وشوية بقسماط. خلاص شايفين لون الجمبري؟ شايفين الجمال ده؟ هحط شوية من اللي ايه عايزين يتحمروا اكتر من كده. ده طلع الدفعة دي طلع لونها احلى من دي. بصوا قلبتها الناحية التانية، هعمل واحدة أصغر شوية ممكن أهي. دي زيت، حبة بقسماط، بطاطس فيها بقدونس وتركي وجبنة بارميزان مع ملح وفلفل أبيض، موتزاريلا، كده بس، وهسيبها برضو ايه تتحمر.
هطلع دول وهنطلع فاصل وانا بحط ايه ده اللي هو لسه في دقيق. طبعا التتبيلة دي كل ما بيقعد فيها يعني حتى احطوها في التلاجة وممكن تاني يوم نبتدي ان احنا نحمرها. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معانا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى تعالوا اوريكم راس البطاطس. على فكره سهله وبسيطه كده، ما فيهاش اي حاجه. شايفين بقت عامله ازاي؟ حطها في طبق التقديم. بصوا هوريكم حاجه، دي انا قرمشتها شويه غير دي. دي حطيت عليها جبنه بارميزان ورحت قلبها تاني اللي هي اللي على النار. خلاص؟ ممكن بس نتاخر البطاطس كده ودي نعملها صغننه كده ونحط الصغننه التانيه. بس خلوا بالكم بقى دي بتبقى سخنه سخنه، واسيبها شويه عقبال ايه تبرد شويه بعدين ايه اطلعها. خلاص ودي كده ايه اسيبها اطلعها شويه اهي. طعمها فظيع، الجبنه البارميزان والموتزاريلا هيخلوها يعني. وهنفتحها لكم دلوقتي اشوف اوريها لكم بتبقى عامله ازاي. طيب عندنا فرنش توست النهارده بس مختلف تماما عن اي فرنش توست احنا جربناه قبل كده. تعالوا اقول لكم المقادير بتاعته. عادي الفرنش توست دايما بمحتاج توست، فاحنا عندنا توست طبعا ابيض او براون ده زي ما انتم عايزين. عندنا ايه تاني؟ عندنا جبنه كريمي وسكر بودره وكمان كريمه خفق وفانيلا. خلاص وعندنا كاكاو وفي سكر بني وزبده وفي لبن وفانيلا وبيض وقهوه سريعه الذوبان وتوست. طيب ده هنعمل بيه ايه وده هنعمل بيه ايه؟ اول حاجه ده هنجيب البيض مع الفانيلا مع القهوه سريعه الذوبان مع السكر اللبن. الله على الريحه. ترمسوه الفرنش توست. ليه اسمه ترمسوه؟ عشان فيه ايه؟ قهوه، قهوه سريعه الذوبان اهو. خلاص تمام. مش قادره احكي لكم الريحه فظيعه ازاي. هنا البس بس الجلافز عشان ايه واحط الزبده هنا. خلي بالنا التوست بيدوب في ثواني فنركز واحنا ايه واحنا يا دوبك نسقطه يا دوبك نحطه. وما بياخدش ثواني على النار. اه الجمبري بصوا انا خلصته خلاص، هشيله كده بس على جنب لحد ما اغرفه. عشان بس نفضي ايه من جنبنا هنا. نحط واحدة كمان. في طبعا التوست ده هيبقى فيه طعم القهوة شوية. اقول لكم عملناه ايه. حطينا بيض وفانيلا وقهوة سريعة الذوبان سكر بني لبن ضربناهم كويس جدا جدا مع بعض. حطيت هنا زبدة
وسكر بني عشان يبقى شويه كده في مكرمل كده شويه، بيبقى بيقرمش. خلاص هسيبه شويه. طيب هسيب ده عقبال ما انزل البطاطس. بس كده شايفين الجمال؟ بس اهو بص على الفرنش توست. بصوا انا حابه اللون ده اكتر. نعمل واحده كمان مع انها بتقضي تلاتة، بس ايه احط لها برضو زبده، رشه سكر عشان تدينا نفس ايه الكراميل ده. يا ريت لما نستخدم التوست ده ما نستخدمش عارفين، نستخدم توست نجيبه يعني ايه ماسك نفسه شويه، ماشي؟ يعني التوست ده نوع التوست ده ماسك نفسه شويه غير اللي انا بستخدمه بتاع الساندوتشات والحاجات دي. خلاص دي هتطلع اسرع اصلا عشان الطاسه هنا سخن اكتر. دايما تاني حاجه من الكانينولي والكراب والفرنش توست يطلعوا احلى دايما، مش عارفه ايه السبب يعني صراحه، يعني دي انا بحس هتطلع احلى من دي. اوكي، ولما يبقى فيه كده اي حاجه نشيله كده على طول ايه عشان ما يلسوعليش الاكل بتاعي كده. خلاص نطلع فاصل بقى، نطلع فاصل هنرجع هكون عامله 2-3 كمان ونعمل بقى الكريمه اللي هنحطها على الفرنش توست. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، اهو عماله اعمل الفرنش توست اهو خلصته. هنعمل دلوقتي الكريمه التوبنج بتاع الفرنش توست. عايزه اقول لكم دي اللي بتخليه بقى في حته تانيه خالص. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين جبنه كريمي وسكر بودره وكريمه خفق وفانيلا. جبنه كريمي اهو، هنجيب بس ال جبنه كريمي، كريمه، فانيلا، سكر بودره، حبة لبن كده، حبة لبن صغيرين، سكر بودرة، أضربهم كده. على فكرة ممكن تضربوها اكتر من كده كمان لو عايزين. طيب هعمل ايه؟ هجيب حتة صغننة كده واعملها كده في الطبق. اجيب بس اللي بارد شوية كده اهو، وبعدين كده. اوكي بصوا فظيعة. اوكي دي بقى هنغطيها تقريبا كده،
ماشي. ممكن بقى اي نوع فاكهه تتحط هنا. دي طريقه تقديم، وجنبيها مثلا ايه كوفي ولا حاجه، خلاص، او شاي او اي حاجه. دي طبق واحد. هعمل هنا بقى ايه كذا واحده. كده ايه حلوه كده وطعمه. بصوا شايفين الجمال، بصوا عامله ازاي، تجنن بجد، حلوه قوي. طيب هوريكم واحده كده بقى، هحطها لكم هنا كده، هنحشيها بس من دي، ماشي، شوفوها. وبعدين هنحط عليها سكر بودره وكاكاو بس كده. في ناس ما بتحبش الكريمات الكتير، دي برضو طريقه. خلاص كده عملنا الحلو بتاعنا النهارده. تعالوا بقى نغرف الجمبري الحلو ده، فظيع الكريسبي. دقيق وميه ونشا وبيكنج باودر، دقيق وميه ونشا وبيكنج باودر، وايه ملح وفلفل اسود او فلفل ابيض، ممكن نحط كمون، ممكن نحط بودره ثوم، بودره بصل، بابريكا، كاري، اللي انتوا عايزين. اللي بيعمل لي الكفر ده هو الدقيق والنشا والايه والميه والبيكنج باودر. اي توابل بقى انتوا عايزينها تانية حطوها معها عيش اهو، حلو، احلى تيرماسو ممكن ان انتوا تدوقوه. معانا كمان بطاطس محمره، اقراص البطاطس دي، دي طريقه ودي الطريقه الرفيعه بتاعتها. وبصوا انا كمان دي طلعتها من بس استنيتها تبرد اهي. استنوا بس اقسمها لكم عشان تشوفوا الجبنه اللي فيها. هي بتتاكل بالشوكه والسكينه، هي عشان بردت. خلاص كده خلصنا حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.